كان له نشاط دعوي بسيط في البيئة التي حوله، سواء من زملاء في الجامعة أو حتى من سكان الحي اللي يسكن فيه. كان حريص أن يحضر إلى الصلاة وإلى الدروس الدينية الموجودة في مسجد الإمام الأعظم، إلى أن رأى فيه النظام العراقي في تلك الفترة أنه يعني مخالف للأنظمة الموجودة في العراق في تلك الفترة، فقرروا سجنه. بالفعل سجنوه. التهمة اللي كان متهم فيها في فترة السجن، وهي كانت فترة الثانية أو الثالث سنة من الجامعة، كانت تهمة الوهابية. وتهمة الوهابية هي يعني تطلق في العراق في تلك الفترة على كل شخص ملتزم أو أي شخص متدين، سواء له علاقة بالسعودية أو ما له علاقة بالسعودية. أي شخص يدعو إلى الله سبحانه وتعالى متهم بالوهابية. هو مر في سنوات يعني عصيبة لأفكاره ولي، خلني نقولها بالكويتي، باسة راسه للحق. فهو حقيقة يعني لما يؤمن بشيء، وشيء دائما هو يتجه إلى مرضاة الله، يصر عليه.